رئيس عبد الفتاح السيسي جدد دعوته لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي للانضمام للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء والمساهمة فيها بفاعلية لتعميقها وإثرائها، وكمان لفتح آفاق جديدة للاستفادة من خبراتنا المتراكمة على المستوى الوطني وتطبيقها على مستوى القارة الإفريقية، بحيث ده يسرع من تنفيذ أجندتنا التنموية 2063 وأهداف التنمية المستدامة كمان 2030. وأكد السيد الرئيس السيسي في كلمته بافتتاح قمة منتدى الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء بأديس أبابا دعم مصر الكامل لعمل الآلية وسكرتاريتها وثقته في حرص الدول الأعضاء على مساندة عمل الآلية لتمكينها من إتمام الدور المنوط ليها بما يحقق الرخاء والتنمية الشامل. كمان السيد الرئيس جدد شكره وتقديره للرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد الشقيقة على جهده الدؤوب لقيادة الآلية ولضمان أداء مهامها بكفاءة على مدار العامين الماضيين. بينضم لنا على الهاتف دكتور رمضان أوراني خبير الشؤون الإفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات. مساء الخير يا دكتور رمضان. بالخير يا فندم. لو تحدثنا دكتور عن كل جوانب هذه الزيارة والقمة كمان المقرر انعقادها غدا بإذن الله بكرة وبعد بكرة كمان، أهم الملفات اللي هتكون مطروحة على طاولة هذه القمة وفي رأس أولوياتها. الحقيقة إن الملفات تتعدد في قمة الاتحاد الأفريقي، لكن قبل الملفات اسمحي لي أن أؤكد على قضية استمرارية القمة وديمومتها والحفاظ على مشاركة أغلب رؤساء دول القارة الأفريقية قرابة 54 دولة. هذا الأمر يحسب للاتحاد الأفريقي الحفاظ على قمة سنوية في يناير من كل عام أو بداية فبراير، ثم القمة نصف السنوية الخاصة بمناقشة بعض القضايا المتخصصة. هذا العام ربما الملفات عاد الاتحاد الأفريقي مجددا لمناقشة قضايا الأمن والسلم في القارة الأفريقية، إضافة إلى قضية الإصلاح الهيكلي للاتحاد، ثم قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ربما أبرز ملامح قمة هذا العام أن أريات عملها موضوعاتها انطلقت من مصر من خلال فترة رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتحديدا مبادرة إسكات البنادق 2020، وكما تفضلت حضرتك أن هذه المبادرة هي لبنة أساسية وميكانيزم رئيسي لتحقيق استراتيجية الاتحاد الأفريقي الكبرى 2063 باعتبارها الاستراتيجية الأم التي يأمل الاتحاد الأفريقي أن يصل فيه بالقارة إلى قارة متحدة ومتكاملة وذات مكانة عالمية. استراتيجية سكرت البنادق شهدت مصر العديد من اللقاءات، ربما كان جزء من المناقشات في منتدى أسوان للسلام والتنمية، والأهم من ذلك استضافة العاصمة الإدارية ثلاثة اجتماعات على مستوى الخبراء وعلى مستوى رؤساء الأركان وعلى مستوى وزراء الدفاع في الدول الأفريقية. هذه الاستراتيجية أنا أعتقد أنها تحمل العديد من الجوانب المهمة لدول القارة الأفريقية، تعتقد أيضا تعتمد بشكل كبير على حل الصراعات، حل الأزمات، المساعدات للنازحين واللاجئين في بعض الأفريقية التي تشهد بعض. يستكمل هذا الجهد بشكل كبير ما بدأته مصر خلال هذا العام من خلال تدشين العام الماضي مركز الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب في دول الساحل والصحراء، ثم بعته باستضافة المركز الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات بآلية إفريقية خالصة تبغي الحفاظ على مقدرات الدول الأفريقية والحفاظ بشكل رئيسي على فكرة الدولة الوطنية في القارة. طيب دكتور رمضان، يمكن ده هذا الدور الملف الأبرز بشكل كبير. يمكن دي الملفات اللي هتعمل عليها دول القارة الأفريقية جنبا إلى جنب، وهتستكملها وهيستكملها الاتحاد الأفريقي تحت رئاسة جنوب أفريقيا بعد ما مصر تسلمها الرئاسة هذا العام. بعد بقى ما مصر تسلم الرئاسة إلى دولة جنوب أفريقيا، إيه الملفات اللي هتشتغل عليها مصر، خاصة طبعا في ظل فوز مصر امبارح بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي، وخاصة كمان أنه مصر ليها باع طويل في عمليات حفظ السلام في العديد من الدول الأفريقية ومكافحة الإرهاب سواء وطنيا أو إقليميا وقريا وفي منطقة كمان مشتعلة بالحروب والصراعات. الحقيقة أن الجهد المصري في قارة أفريقيا بطبيعة الحال لا يقتصر ولا يرتبط برئاسة الاتحاد، فطبيعة الحال مصر تعلم أن الرئاسة الدورية لمدة عام هي رئاسة دورية تتناوبها الدول الأفريقية. حاولت مصر أن تضع بصمتها الخاصة في هذه الرئاسة من خلال التركيز على مجموعة من الملفات، أو بالأحرى ست أولويات وضعتها مصر أمام قمة أديس أبابا 2019، لكن يبقى الجزء الأهم في اعتقادي وهي أن القارة الأفريقية أفريقيا أصبحت جزء رئيسي ومكون رئيسي من مكونات السياسة الخارجية المصرية. الانتماء لأفريقيا هو مكون ثقافي ومكون حضاري. مصر اطلعت بالعديد من الملفات في القارة الأفريقية
في السنوات الأخيرة، ربما كما ذكرت حضرتك ملف حفظ السلم والأمن، لدينا ثلاث آليات أو أربع آليات مصرية مهمة لهذا الملف. المشاركة المصرية في عمليات حفظ السلام تأتي مصر كثاني أكبر دولة إفريقية تشارك بقوات حفظ السلام بقرابة 3000 عنصر ما بين مدني وشرطي وعسكري في 8 بعثات لحفظ السلام في القارة الأفريقية. لدينا مركز القاهرة لتسوية النزاعات في القارة الأفريقية، مركز يعمل على بناء القدرات والخبرات الأفريقية في مجال حفظ واستدامة السلام. أصبح لدينا منتدى أسوان للتنمية باعتباره آلية إفريقية لحل النزاعات في القارة الأفريقية. الأهم أيضا مركز القاهرة للاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، وهو خاص بالحفاظ على مقدرات الدول في مرحلة ما بعد النزاعات. هذا جزء من الملف الأمني وحفظ السلام. الجهود المصرية لقضايا البنية التحتية في القارة الأفريقية باعتبار أن هذه القضية تعد أبرز القضايا التي ترتبط بالنمو الاقتصادي والاجتماعي في القارة الأفريقية. مشاركة في ثلاثة ملفات مهمة في هذه القضية، أبرزها مشروع القاهرة كيب تاون مع دولة الربط البري وفيكتوريا المتوسط كربط بحري، والأهم في ذكوري مشروعات الربط الكهربائي التي بدأتها مصر مع دولة السودان وتنطلق منها إلى منطقة شرق أفريقيا وإلى باقي دول القارة. قضايا البنية التحتية والربط الكهربائي والربط البري والبحري أنا أعتقد أنها أبرز الملفات الاقتصادية المهمة المنخرطة مصر فيها مع القارة الأفريقية. بل يمكن القول أن هذا الملف بجانب ملف بناء القدرات في الدول الأفريقية من خلال تدريب مواطني وخبراء هذه الدول باعتقادي هو العطاء الموارد البشرية في المرحلة الأفريقية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور رمضان أوراني خبير الشؤون الأفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات. بكل تأكيد التحديات ما زالت موجودة في القارة الأفريقية، ولكن مصر كونها دولة رائدة لأفريقيا بالتعاون مع كل دول القارة، وطبعا دولة جنوب أفريقيا كونها هتكون هي رئيس الاتحاد الأفريقي لهذا العام، أمامهم العديد من التحديات اللي هيبدأوا العمل عليها واستكمالا ولما بدأته مصر كمان خلال العام الماضي، هيكون في كتير جدا من الموضوعات والقضايا المطروحة أمام القمة غداً.